السلام عليكم مشاهدينا. لكل فعل رد فعل، ولكل ثورة ارتدادات، وثورات مضادة يحاول من خلالها الذين فقدوا مصالحهم وأصحاب المصالح وأعداء الثورات أن يلتفوا على هذه الثورات بشكل أو بآخر، مستخدمين كل الوسائل وكل السبل. والثورة الشبابية الشعبية السلمية ليست بعيدة عن كل ذلك. انطلقت الثورة بإرادة الشعب وتعرضت لمؤامرات وارتدادات، وثورة مضادة وتعرضت لثورة مضادة. هذه الثورة التي ما زالت مستمرة حتى الآن وثورتها المضادة هي موضوع نقاشنا. سنتساءل حول بدايات الثورة المضادة والوسائل التي استخدمتها هذه الثورة المضادة في مواجهة ثورة الشعب، وهل نجحت هذه الثورة في تحقيق كامل أهدافها، وهل نجحت الثورة المضادة، وما التوصيف الحقيقي لمرحلة الثورة في هذه الأيام؟ هل هي ثورة مستمرة؟ هل هي ثورة توقفت ويحتاج الأمر إلى ثورة جديدة؟ ما المطلوب من الثوار الذين خرجوا في 2011 من أبناء الشعب الذين أيدوا هذه الثورة في هذه المرحلة وفي هذه الفترة الفارقة من عهد وعصر وزمن الثورة الشبابية الشعبية السلمية؟ أجدد ترحيبي بكم مشاهدينا. هذا الموضوع سأناقشه مع ضيفي هنا في الاستوديو، الشيخ عبد الله بن هذال، القيادي في ثورة الشعب السلمية وعضو مؤتمر الحوار الوطني. أهلا وسهلا بك شيخ عبد الله. الله حيك. كما سيكون معنا أيضا عضو مجلس النواب الأستاذ شوقي القاضي. مع الضيفي الكريمين سنناقش هذا الموضوع. في البداية سنذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير الذي أعده مشكورا الزميل فؤاد فارس. لكل فعل ردة فعل، وكما كان لأفعال الاستبداد وفساده رد فعل مثل ثورة، يحاول البعض أن يجعلوا ردة فعلهم ردة عن الثورة، أو بالأصح ثورة مضادة يتزعمها من كانوا وما يزالون ضد فبراير قلبا وقالبا. محاولة مواجهة فبراير بثورة مضادة ليس حدثا جديدا ولا مستغربا، فالثورة التي زلزلت أركان الاستبداد من لحظتها الأولى أنتج لها الاستبداد ثورة مضادة منذ أشهرها الأولى. مع انطلاقة مظاهرات فبراير واعتصاماتها، لجأ الاستبداد لتمويل مظاهرات مؤيدة وإقامة اعتصامات مضادة ليقزم الثورة التأريخية بإظهارها مجرد خلافات بين مؤيدين ومعارضين، وهي طريقة لن يكتفي بها أعداء فبراير، إذ تستخدم الثورة المضادة أو ما يمكن تسميتها خطة وأد الثورة الوليدة إجراءات لعل من أقصى مشاهدها مشاهد جمعة الكرامة ومحرقة ساحة الحرية بتعز، والتي ستبقى نقاطا بارزة على خط المواجهة بين ثورة شعب واستعلاء استبداد. لم تنجح محاولات الاستبداد في قمع الثورة بآلات القوة، فاختار طريقة ملتوية تمثلت في إقناع الأشقاء بقبول مبادرتهم، قبول سيكتشف الأشقاء ومعهم اليمنيون بعد حين أنه لم يكن سوى مجرد حلقة في مسلسل الثورة المضادة التي ستفتعل كثيرا من المشاكل لإسقاط حكومة الوفاق. وصولا لخروج الثورة المضادة في لحظة انكشاف تاريخية ستقود لإسقاط العاصمة والتحول من مجرد محاولة لاقتحام ساحات الثورة إلى مرحلة التمدد في كل المساحة الجغرافية للوطن. مرة أخرى عادت فبراير أقوى وواجهت الميليشيا بجيش وطني ومقاومة شعب، ماضية على خط الحاضر نحو المستقبل، وهي انتصارات ستدفع أعداء الثورة لمحاولة التفاف جديدة عبر تشويه فبراير واتهامها بإنتاج واقع انتجه في الأصل تحالف أعداء الثورة. محاولات التفاف تبدو أكثر وضوحا في الذكرى السابعة لثورة فبراير، حيث الثوار أمام لحظة فارقة، فإما إنجاح مشروع فبراير والمضي نحو يمن المستقبل، وإما السماح بإعادة تدوير مخلفات الماضي وإنجاح الثورة المضادة. والخيار الثاني هو المستحيل عينه لشعب يستحيل أن يسمح بالالتفاف على تضحيات شهدائه وجرحاه وأبطاله.
شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وجد ترحيبي بكم مشاهدينا وبضيفي هنا في الاستوديو الشيخ عبد الله بن هذال، القيادي في الثوره الشبابيه الشعبيه السلميه وعضو مؤتمر الحوار الوطني. شيخ اهلا وسهلا بك. الله يحييك. لو بدانا مع الثوره المضاده من بداياتها في تغطيتنا المستمره لقناه سهيل وفي الذكرى السابعه لثوره الشباب الشعبيه السلميه، شرنا الى جوانب كثيره لهذه الثوره وعرجنا وتذكرنا كثير من ايامها ومواقفها، واليوم نتطرق الى ما يتعلق بالثوره المضاده. متى كانت؟ متى بدات؟ اولا اسمح لي في البدايه ان اترحم على ارواح شهداء الثوره الشبابيه السلميه، وعلى يعني واحيي كل شباب الثورة وكل من أيدها وناصرها وآمن بها وأهدافها. وبالنسبة للثورة المضادة، الثورة المضادة بدأت منذ أن بدأنا الخروج للثورة، يعني منذ أن بدأنا في الساحات بدأ النظام أولا يرسل لنا البلاطجة، والشيء الثاني قام بعمل مخيمات في التحرير وحشود في السبعين على اساس يظهر للعالم ان هذه الثوره يعني انقسام راي، ما هي ثوره الشعب، يعني ان الشعب يعني لا زال معه. وحاول يعني بعدين جاءت جمعه الكرامه، وعلى اساس انه قام بمجزره جمعه الكرامه من اجل يستفز القبائل، لان اليمن الشعب اليمني يعني كلها قبائل، والشعب اليمني يعني ما بيت الا والسلاح فيه. فالنظام كان يريد يجرنا الى العنف من بدايه الثوره. وافشلنا مخططاتهم وصمدنا بسلميتنا في الساحه، وصبرنا على الاذى، كل يعني انواع الاذى يعني تعرضنا لها، يعني استشهدوا منا حوالي اكثر من 50 شهيد في جمعه الكرامه. كان النظام في ذاك اليوم يريد يخرجون الناس من الساحة ويحملوا السلاح من أجل إيش؟ يحولنا من ثوار ثورة سلمية إلى تمرد ويقضي عليها بقوة السلاح. فأفشلنا هذا المخطط. بعده يعني حاول أن يلتف على الثورة وأن يعمل معارك في الحصبة، ويعني فشل فيها، لأن يعني شباب الثورة استمروا في الساحات ويعني لم ينجروا الى السلاح اللي في الحصبه، يعني كان اعتدى على بيت الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر واولاد الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر، وقاتلوا معهم قبائلهم، يعني يعني دافعوا عن بيوتهم عن اعراضهم من 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 من, من هجوم علي عبد الله صالح والثوره المضاده. وكان يعني يستهدفهم لانهم يعني ناصروا الثوره وايدوها، وهذا ثمن يعني شيء طبيعي انهم يدفعوا ثمن انه تاييدهم لثوره الشباب السلميه. بعدها قاموا احرقوا يعني ساحه تعز من اجل ان يجروا الشباب في تعز للحرب. قاموا بقطع الغاز والبترول من مارب، يعني افتعلوا مشاكل على اساس ايش؟ يقول الشعب ان هذه من نتائج الثوره والثوار، وانهم هم السبب فيها. يعني حاولوا كانوا يعتدوا على انابيب النفط على اساس ايش؟ يضعفوا الميزانيه ويقل التصدير، ويعني تجي الحكومه القادمه ذي انتجت المبادره الخليجيه والوضع الاقتصادي ضعيف. كانوا يعتدوا على خطوط الكهرباء على اساس ايش؟ انه هذه اسباب الثوره. هذه من ادوات يعني من ادوات الثوره المضاده. بعد هذا انتقل علي عبد الله صالح الى الاستعانة بجماعة مسلحة اللي هي جماعة الحوثي. صحيح جماعة الحوثي كانت طيب. يعني كانوا عندنا في الساحة جو يمكن طيب. باربع خيام او خمس خيام، يعني في حول ستة متر في الساحة، كانوا يستخدموها فقط يعني لاستقطاب الشباب وارسالهم الى صعدة وعسكرتهم وارسالهم الى الجبهات. طيب اسمح لي شيخ عبد الله، حتى اذا نحرق المراحل التي مرت عليها الثورة الشبابية الشعبية السلمية والثورة المضادة لها، سنعود لأنه كل واحدة أيضا من ما ذكرت
يحتاج إلى تفصيل أكثر وإشارة أكثر. دعنا نتوقف عند دخول الحوثيين أيضا واستخدامهم كجزء من الثورة المضادة. معي الآن عضو مجلس النواب الأستاذ شوقي القاضي. أستاذ شوقي أهلا وسهلا بك. حياك الله حبيبي وحيا الله ضيفك الحبيب وضيوفك الكرام سيدات وسادة. أهلا وسهلا بك. اليوم نتحدث ضمن تغطية قناة سهيل الفضائية لذكرى السابعة لثورة الشباب الشعبية السلمية. نسلط الضوء اليوم على ثورة فبراير في مواجهة الثورة المضادة، ومع ضيفي هنا الشيخ عبدالله بن هذال ربما مهد لنا في الحديث عن بدايات الثورة المضادة. وأريد هنا أن يفرق المشاهد ونفرق جميعا ما بين وسائل قمع الثورة التي استخدمها النظام وعمليات الثورة المضادة لها. على كل حال بداية أحيي الشعب اليمني كله وأحيي ثوار فبراير 2011، هؤلاء الشباب العظماء الشباب الكبار الذين عادوا ألق الجمهورية وعادوا ألق الديمقراطية وعادوا ألق المواطنة المتساوية بعد أن اختطفها علي عبد الله صالح. على كل حال ما ذكره يعني ضيفك الكريم فيما يتعلق بالحوثيين وغيرهم بداية كنقطة مهمة، من أبرز خصائص ثورة فبراير ومن أبرز إيجابياتها ومن أبرز يعني نقاط قوتها أنها استوعبت جميع الشعب اليمني بلا استثناء، مما يدل دلالة واضحة على أنها أولا ليست انقلاب فئة معينة وليست انقلاب جماعة معينة وليست مهدفة من شخص ولا من تيار ولا من قوة معينة، لأنه لا يمكن مطلقا بأي قوة في الأرض أن تجمع اليمنيين كلهم بألوانهم وأطيافهم ومسمياتهم على قلب رجل واحد في ساحات الحرية والتغيير في جميع العشر المحافظات بلا استثناء. إذن حضور الحوثيين وحضور غيرهم إلى ساحات الحرية والتغيير واشتراكهم في ثورة 2011 منذ بدايتها إنما هو عنوان على أنها ثورة شعب بمعنى الكلمة، هذا الأمر الأول. فهي ليست جهة واحدة مطلقا ولا مرتب لها تيار واحد مطلقا، بدليل أن الجميع قد انخرطوا فيها. الأمر الآخر، ثورة فبراير أيضا عنوان للمواطنة المتساوية والنضال السلمي، بدليل أنها استوعبت المجاميع التي اضطرها علي عبد الله صالح إلى حمل السلاح سواء اتفقنا معها أو اختلفنا، لكن ثورة فبراير استوعبت الجميع بفعل ثوري سلمي ومواطنة متساوية، ويتذكر الجميع كيف كان يأتي أبناء المحافظات التي فيها ثأر فيلتقي صاحب الثأر وغريمه في ساحات الحرية بلا سلاح يتعانقون ويمد كل يده للآخر في أمل واحد. وأتذكر شابا من مأرب وهو يعاني من سكرات الموت في إحدى العمليات التي غزيت بها من قبل ميليشيا علي عبد الله صالح سواء كانت الرسمية أو المرتزقة، وقتل هذا الشاب وفي اللحظات الأخيرة من حياته وهو يتنفس أنفاسه الأخيرة وهو يوصي أنه استمروا في ثورة فبراير لأننا محرومون من التعليم ومحرومون من الصحة ومحرومون من كذا. إذن فبراير عنوان ثورة ومواطنة متساوية ترفع رأس كل اليمنيين، هذا أمر لا بد من التأكيد به، والدليل كما ذكرت استيعابها حتى للحوثيين يومها. طيب، فهي لم تكن ثورة محددة. عفوا أستاذ شوقي، أيضا سريعا حتى ندخل في كثير من نقاش موضوعنا، لكن ما دمت قد أشرت إلى هذه النقطة استيعاب الثورة حتى للحوثيين الذين كانوا يعتبروا متمردين في نظر الدولة وهم كذلك في صعدة وغيرها، هناك من يرى، كيف نرد سريعا على هذه النقطة، بأن هذه ثغرة وهذه مثلما في حق الثورة وليست إيجابية. بالعكس كما نظرت إليها، بالعكس هي نقطة قوة. أولا من الذي صنع الحوثيين؟ دعونا نتحدث، اختلفنا اليوم أو اتفقنا مع الحوثيين، نحن الآن مختلفون ونراهم انقلابيين ونراهم كارثة بالنسبة لليمن الجديد، لكن أخي الكريم الحوثيون مواطنون يمنيون من حق الثورات أن تستوعبهم وأن تستوعب قضاياهم، والدليل على ذلك أن مؤتمر الحوار الوطني استوعبهم واستوعب القضية الجنوبية واستوعب كل القضايا. علي عبد الله صالح هو الذي دمر صعدة، وعلي عبد الله صالح هو الذي صنع هذه الجماعة، إما بسياسة مخططة لها في أن يدفعهم للجوء إلى الجبال وحمل السلاح
في حرمان هذه المدينة من التنمية، حرمانها من التعليم. لم يكن عبد الملك الحوثي رقما ولا شيئا، ولم يكن أخوه رقما ولا شيئا، بل كانوا قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه صالح، ويترشحون للبرلمان باسمه وللمجالس المحلية باسمه. إذن استطاع علي عبد الله صالح بخبث ومكر أن يحول صعدة إلى مرتع خصب للحوثيين. وبالتالي من قال يومها، أنا أتحدث بمنطق 2011 وليس بمنطق الآن ما بعد 21 سبتمبر 2014، أنا أتحدث يومها أن الحوثيين مواطنون وهم لهم الحق في أن يشاركوا الثورة. إذن من أبرز نقاط ثورة فبراير أنها استوعبت الجميع بلا استثناء. تعالنا الآن إلى موضوع بما فيهم أركان النظام الذي ثار عليه الشعب. الله ينور عليك. لم نقل لأحد، لم نغلق باب الساحة على في وجه أحد، كل من جاءنا أهلا وسهلا به. طيب سأكمل معك أستاذ شوقي، أرجو أن تتكرم بالبقاء معي. أعطي المجال هنا للشيخ عبد الله بن هذال. إذن وأنتم منذ البداية تحركتم وتحرك شباب الثورة وتحرك الثوار في هذا الجانب لإسقاط حكم علي عبد الله صالح وتحقيق أهداف فبراير، متى بدأتم تشعرون بأن هناك ثورة مخطط لها، ثورة مضادة مخطط لها ومرتب لها؟ أنا أيضا كنت أشرت للأستاذ شوقي وسأعود إليه ليبين جهود الحكومة أو النظام آنذاك في إخماد الثورة وعمليات تبني ثورة مضادة. في الحقيقة نحن عرفنا أن نحن بنواجه يعني مصاعب كثيرة، يعني مش يعني قليلة، ونحن يعني سنستمر يعني فترة طويلة حتى نحقق أهداف الثورة، يعني مش بتنتهي خلال سنة ولا سنتين ولا ثلاثة. ونحن الآن فيما توقعنا بداية الثورة المضادة يعني ظهرت منذ أن بدأنا في المظاهرات وبنوا خيامهم في التحرير قبل ما نبني خيامنا في باب الجامعة. حتى كانت بداية الثورة المضادة يعني أنهم جهزوا أنفسهم على أساس أنه لا نستخدم التحرير ونقرب من القصر الجمهوري، قالوا هذا للشعب هناك ونحن يعني ثوار نبقى في ساحة الجامعة. قبلنا بهذا وبقينا في ساحة الجامعة يعني حقنا للدماء، لا نريد يعني نسفك دم أحد ولا أحد يسفك دمنا، لأن احنا يعني سلميين. تخلينا أنا من مارب، تخليت عن سلاحي وعن قبيلتي وعن أهلي، ومنعتهم أن أحد يوصل للساحة بسلاحه، إلى درجة أن أنا قلت لهم حتى لو قتلت ولا أي حاجة لا تسووا أي حاجة، أنا خلاص ضحيت بنفسي من أجل الشعب اليمني ومن أجل ثورة الشباب السلمية، لأنه نحن ما خرجنا للثورة إلا بعد أن يعني وصلنا إلى قناعة أن علي عبد الله صالح وأولاد أخوانه يعني يعني أصبحوا ينظروا لليمن إنه مزرعة كبيرة خاصة بهم، يعني ولا شريك لهم في 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 في, في البلاد. ولهذا تحركنا وخرجنا للثورة يعني بصدور عارية. بدأت المخيمات في التحرير، وبدأنا يعني نحن في جمع يعني جمعة البداية، ويعني بدأت الحشود يعني نحشدها يوم الجمعة ومسيرات نحركها، وبدأوهم في حشود مقابلة إن يعني خاصة بعد جمعة الكرامة، يعني بدأوا يحشدون الناس إلى ميدان 70 جمعة بجمعة وحشد بحشد، يعني هذه الثورة المضادة. بالنسبة للحوثيين كنا في البداية على أساس أنهم يعني من أبناء الشعب وأن لهم مظلومية وأنهم يعني تعرضوا للحروب، تعرضوا لهذا، جو إلى الساحة بدون سلاح. نحن أي واحد يجيب إلى الساحة بدون سلاح يعني لا يمكن نقول لها لا. جونا المسؤولين يعني اللي كانوا يخدمون مع علي عبد الله صالح على أنه تأييدهم للثورة، وقلنا أهلا وسهلا بهم، وديناهم المنصة وخلناهم يعني تأييدهم من فوق منصة شباب الثورة، ورحبنا بالجميع إلى درجة أنهم يعني الثورة المضادة يعني دخلت إلى داخل الساحة بإرسال يعني سرايا وكتائب من وحدات عسكرية على هيئة مدنيين أنهم ثوار مؤيدين للثورة وأنهم مواطنين وهم عسكريين، وقاموا وفرخوا يعني عشرات الائتلافات وعشرات المكونات داخل الساحة على أساس إيش؟ يشقوا صف الثوار وشباب الثورة. يعني فعرفناها
وعرفنا كيف نتعامل معهم وكيف نحافظ على وحدتنا وكيف نحافظ على شباب الثورة وكيف نحافظ على مسيرتنا الثورية إلى أن وصلنا إلى المبادرة الخليجية. هذه المرحلة نتوقف عندها، مرحلة المبادرة الخليجية حيث تم تسليم السلطة فيها من رأس النظام السابق علي عبد الله صالح إلى نائبه رئيس الجمهورية الحالي عبد ربه منصور هادي. هنا أسأل الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب، هل بدأت الثورة المضادة كمفهوم أكاديمي علمي مثلا بعد تسليم صالح مثلا للسلطة والدخول في حكومة الشراكة وبنود بنود المبادرة الخليجية؟ بمعنى آخر يعني هل ما كان في السابق عمليات قمع للثورة وما جاء بعد تسليم السلطة هي الثورة المضادة؟ الثورة المضادة مرتبطة بالحاكم الدكتاتور الحاكم الذي للأسف يرى أنا ومن ورائي الطوفان. هذا ابتداء كل الأنظمة كل الثورات يعني التي تتصادم مع ديكتاتور والتي تستهدف إسقاط نظام ديكتاتور في نفس الوقت هي ينبغي أن تستعد لثورة مضادة. هذه الثغرة التي يمكن أن أقول أنها كانت في الثغرة على الحامل الرئيسي السياسي لثورة فبراير وهو اللقاء المشترك. اللقاء المشترك كان مقصرا جدا جدا في أنه لم يضع من ضمن أهدافه الكلية الكبرى مواجهة الثورة المضادة، لأنه يبدو إما بحسن نية أو بسذاجة، وأنا هنا ربما لا أبرئ هذه القيادات التي ربما سقفها كان منخفض جدا عن متطلبات الشباب. وأنا أتذكر أن عندما صرخ الشباب بداية الشعب يريد إسقاط النظام انصعق الإخوة في اللقاء المشترك، لأن هذا طلب لا يفكرون به، كان كل مرادهم هو الشعب يريد إصلاح النظام. وبالتالي الثورة المضادة مرتبطة دائما بالديكتاتور برأس النظام. علي عبد الله صالح صرح بها ظاهرة على معلنا إياها عندما قال سيسيل الدم إلى الركب، وعندما قال الصوملة، وعندما قال وعندما قال وعندما قال. إذن علي عبد الله صالح أعطى الضوء الأخضر، وكانت لا تزال قوى الأمن والحرس الجمهوري والجبلي وغير ذلك كانت بيده، هو أعلن. بدأ عمله في الثورة المضادة في جمعة الكرامة، والكل يعرف أنه قبل جمعة الكرامة بيوم أو يومين كان اللقاء المشترك قد اتفق مع علي عبد الله صالح عن طريق وسطاء منهم نائب رئيس الجمهورية الحالي الجنرال علي محسن أن خلاص سينهي مدته الرئاسية، سيتوقف عن التمديد وسيتوقف عن التوريث، وسيصلح النظام الانتخابي وسيسلم رئاسة الوزراء لشخص تختاره المعارضة، ويعمل اللقاء المشترك على إقناع الشباب على أن هذا هدف سيتحقق لهم بالتدرج. ليلتها على طول قام علي عبد الله صالح وزبانيته ومجرموه بجمعة الكرامة المعروفة الذي قتل فيها أكثر من 50 شاب طاهر سالت دماؤهم، ويومها خدع علي محسن وهذا معروف لأنه كان هو الذي وعد المشترك ونكث به علي عبد الله صالح وغدر به. وعلي عبد الله صالح معروف أنه لا يقيم للعهود ولا للعقود ولا للمواثيق أي قيمة، بدليل أنه كان يرقص على رؤوس الثعابين، والراقص على رؤوس الثعابين إنما هو بمعنى يلعب على كل الحبال، بمعنى ينقض كل المواثيق حيثما يرى مصلحته. بدأت الثورة المضادة هنا الآن، بدأت بأن هذا الرجل بدأ يعطيها الضوء الأخضر. تحركت قواه أيضا، تحركت في مناطق أخرى، رأينا كيف أرادوا أن يخضوا ساحات الحرية في الحديدة ثم أحرقوا ساحة الحرية في تعز إلى غير ذلك. عندما قبل المبادرة عندما ترك الرجل ترك الرجل ولم تنجز الثورة أهدافها، ولهذا أنا أقول أن الشباب كانوا محقين عندما كانوا يفكرون بأنهم يتحركوا إلى القصر الجمهوري ليسقطوا هذا الرئيس لأنه لا يؤمن جانبه مطلقا، كان اللقاء المشترك يكتفي ببعض الإنجازات. طبعا أنا أتفهم منطقهم أنهم يريدون أن يوفروا أن لا يصطدم الشعب يعني بهذه المجاميع، أن لا تراق الدماء إلى غير ذلك، لكن عندما لم تنجز الثورة 100% أعلنت الثورة المضادة قيامها. طيب أنا أتحدث قبل المبادرة الخليجية لأنه
بعد ذلك ما هو دور المبادرة أيضا في هذا الموضوع؟ هذه النقطة اسمح لي أن أعود بها إلى الشيخ عبد الله بن هذال وقد كان أشار إليها. المبادرة الخليجية في أي سياق يعني يمكن توصيفها من لدى البعض بأنها عملية مصالحة وطنية التقى فيها الطرفان عند نقطة الوسط، تنازل هذا عن أهداف وتقدم خطوات، وتنازل هذا عن أهداف وتقدم خطوات، وجاء الأشقاء وجمعوا الشعب اليمني عند المبادرة الخليجية. هل يمكن توصيفها في خارج هذا التوصيف؟ قبل المبادرة الخليجية يعني الأستاذ شوقي وأنا أحييه على ما قال يعني حول اللقاء المشترك، نحن أنا من الشباب اللي بدأوا الثورة، أنا ومجموعة من الشباب من الجامعة هو الأستاذ توكل ومعنا مجموعة، رحنا للقاء المشترك وطلبنا منهم أن يعني يأيدوا الثورة ويتنحوا جانبا ويتركونا نقود الثورة ونسقط النظام نهائيا، نسقط الثورة يعني من أجل إسقاط النظام مش التفاوض معه ولا قبول المبادرة، وكنا قادرين ان احنا نزحف الى القصر الجمهوري ونسقط النظام يعني سلميا، كنا يعني كنا سنحسمها بعد جمعة الكرامة، كان النظام منهار. فابوا اللقاء المشترك الا ان يعني يتسابقوا على ميكروفونات وسائل الاعلام، كل واحد يسوي نفسه قايد ثورة، يعني هذا بصراحة يعني لازم نكشف الليلة. هذا العمل اللي قام به اللقاء المشترك يعني خلى علي عبد الله الصالح يصور الثورة، ثورة الشباب وثورة الشعب، انه يعني يقول هذا الشخصية الفلانية وهذا المكون الفلاني هو اللي قام بالثورة، وانه يعني بينه وبين اللقاء المشترك مش بينه وبين الشعب، الشعب اليمني كله ثار عليه مش اللقاء المشترك بس، اللقاء المشترك يعني جزء من يعني من 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 الثوار يعني وشباب اللقاء المشترك. مسكونا الى ما يعني جاءت المبادرة الخليجية، طلبناهم رفضنا المبادرة الخليجية، رفضوها شباب الثورة، قالوا لازم هذا حل تخرج اليمن يعني من 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 يعني لازم هذا يعني يعني حل من اجل يعني يروح علي عبد الله صالح بيروح، قلنا يعني على الاقل طلبنا منهم على الاقل علي عبد الله صالح يغادر اليمن على الاقل 10 سنوات. ما عملوا بهذا، خلوا علي عبد الله صالح في نصف الحكومه، وخلوا علي عبد الله صالح موجود، خلوه يتواصل مع المعسكرات، خلوه احمد علي يعني لا زال في الحرس الجمهوري ذاك اليوم، ويعني لا ما وصلنا الى الحوار الوطني بالمبادره الخليجيه. كانت المبادره الخليجيه انت عارف لو ما المبادره الخليجيه علي عبد الله صالح كان اقل واذل انه يعني يقتل مليون، احنا كنا بنمشي ب2 مليون الى داخل القصر الجمهوري والى دار الرئاسة، ما كان يقدر علي عبد الله صالح ولا زبانيته ولا بلاطجته يواجهونه. ربما ما حدث ويحدث في سوريا يجعل الانسان يعيد التفكير في هذا الاندفاع الذي مر به الشباب، انهم بامكانهم ان يصلوا الى القصر الجمهوري، واذا وصلوا انه هو المساله. صنعاء كانت محاطه بعشرات المعسكرات، والدعم الخارجي احيانا واللعب الدولي يجعل الامور تنقلب دمارا كما حصل في سوريا. يا أخي المعسكرات يعني هم يمنيين وكانوا منتظرين أن احنا نتحرك، يعني كانوا هم مثلنا يريدوا الخلاص من النظام، لكن عندما شافون علي عبد الله صالح بقي مكانه ودخل في الحوار الوطني يعني بأكثر عدد مكون المؤتمر الشعبي العام، دخل بأكثر الأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني كان علي عبد الله صالح والثورة المضادة، ما كانوا لا يؤمنوا بالحوار ولا يؤمنوا بالمبادرة الخليجية، حتى كانوا يراهنوا فقط على الوقت. الثورة المضادة كانت تراهن على الوقت على أساس نوصل إلى ما وصلنا إليه، يعني عندما دخلنا الحوار الوطني دخل الحوثيين، هذه محطة أخرى. أيوة. محطة الحوار الوطني، واسمح لي حتى أيضا أعطي المجال للأستاذ شوقي. أستاذ شوقي فيما يتعلق في دقيقتين قبل الفاصل، ما يتعلق بالمبادرة الخليجية كيف من خدمت إن صح التعبير هذه المبادرة؟ ابتداء طبعا بحسن نية، أنا أخذها بحسن نية، هي خدمت الشعب اليمني كله يعني لكنها أين الخطأ؟ تعاملت ولا أدري هل لدغ إخواننا الخليجيون من علي عبد الله صالح اللدغة رقم 400 أنهم تعاملوا مع علي عبد الله صالح بحسن نية أيضا. يعني علي عبد الله صالح غدر بحلفائه في الخليج وخاصة الإخوة في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، يعني غدر بهم غدرات، ولهذا معروف كيف أنهم في المرحلة الأخيرة ما عادوا يثقون به. لكن عندما خطوا المبادرة الخليجية
تعاملوا مع الرجل بكثير من الثقة كان ينبغي. ولهذا أنا أحيي أخي الحبيب عبد الله بن هبال عندما قال أن الشباب فعلا كانوا يدفعوا باتجاه أن هذا الرجل يجب أن يغادر اليمن وأن أولاده يخرجون. أنا أتفق معك أخي يعني عندما قلت ولكن اللعب الدولي. أنا أتذكر يومها أن السفير الأمريكي قال لقيادات اللقاء المشترك لن نتخلى عن أولادنا، وكانوا يتحدثون عن أولاد علي عبد الله صالح، فقال السفير لن نتخلى عن أولادنا. يعني أمريكا وحلفائها في المنطقة كانوا أيضا لهم يد سيئة قذرة يعني في الموضوع. المبادرة الخليجية لو أنها عدلت من قبل اللقاء المشترك، لو أنهم استمعوا للشباب فتواصلوا مع الإخوة الأشقاء على تعديل بعض بنودها، وأهم ذلك إقصاء علي عبد الله صالح وإخراجه من اليمن وتنحية أولاده، ثم المضي بموضوع المبادرة. المبادرة كان فيها كثير من الإيجابيات، لكن للأسف الغلطة الكبرى التي كانت في المبادرة ووقع فيها المشترك أنهم تعاملوا مع علي عبد الله صالح تعامل بحسنية بدليل بقائه وبقاء أولاده، وكذلك إعطائه نصف حكومة المرحلة الانتقالية التي ما كان يصح مطلقا لا عقلا ولا شرعا ولا منطقا، لأن علي عبد الله صالح ظل يدير هؤلاء الوزراء. وللأسف أنا أقولها وينبغي اليوم أن يعضوا على أصابع الندم، يعني غدروا بنا هؤلاء الشركاء الذين كنا نعتقد أنهم شركاء مرحلة، ينبغي أن يتعالوا وأن يسموا على الانتماءات الحقيرة وعلى عبادة صنم علي عبد الله صالح، لكن للأسف غدروا بشركائهم فعملوا على تفشيل المرحلة الانتقالية وحكومة المرحلة الانتقالية أيما تفشيل، وهم الذين هيئوا بعد ذلك وهيئوا في الثورة المضادة التي قادها علي عبد الله صالح مع حلفائه الحوثيين الذين افترس على أيديهم. إذن المرحلة الانتقالية التي ما بعد تسليم السلطة وفترة الفترة التي حددتها المبادرة الخليجية، ربما هنا أخذت الثورة المضادة ملامح جديدة وبدأت تلعب بوسائل جديدة وتتحرك في إطار مختلف. ربما أيضا كان هناك دعم خارجي لهذه الثورة المضادة منذ هذه الفترة. طيب أستاذ شوقي، أرجو أن تتكرم بالبقاء معي. أستاذ الشيخ عبدالله بن هذال، سنخرج إلى فاصل قصير، من ثم مشاهدينا نعود ونستكمل حوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الشيخ عبدالله بن هذال القيادي في ثورة الشباب الشعبية السلمية وعضو مؤتمر الحوار الوطني وعضو مجلس النواب الأستاذ شوقي القاضي. ثورة 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 والشعوب تحيا بالنضال حرة حرة الشعوب تحيا بالنضال حرة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حوارنا وتسليطنا الضوء على ثورة فبراير في مواجهة الثورة المضادة مع ضيفي هنا في الاستوديو الشيخ عبدالله بن هذال القيادي في الثورة الشبابية الشعبية السلمية وعضو مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب. مرحبا بضيفي الكريمين. الشيخ عبدالله، المرحلة الانتقالية عنوان لها إن صح التعبير علي عبد الله صالح عندما وقع عليها وقال ليس المهم هو التوقيع ولكن المهم هو حسن النوايا. نعم. واضح أن الثوار دخلوا بنوايا حسنة ولذلك لم يحذروا كما قال الأستاذ شوقي لتحركات الثورة المضادة. علي عبد الله صالح تكلم بهذاك يعني فيما معناه هو يقصد في نفسه أنا برويكم برنامج عمل. أيوة أنا برويكم كيف بتكون كيف بيكون كيف تكون المعارضة. أيوة هو قال أيوة. هو صرح كذا. أيوة تكلم بهذا في نفس الوقت نحن كانت داخل الثورة وداخل يعني اللقاء المشترك كانت عيون علي عبد الله صالح يعني وعيون الحوثيين داخل اللقاء المشترك، وكانوا يسربوا حتى اجتماعات اللقاء المشترك وأي حركة بيتحرك شباب الثورة كان يسربها مثل حسن زيد. أنا كنت أنا وكلمت الشباب والله في يوم يعني يجينا ولقينا الاجتماع في مقر اللقاء المشترك قلت لهم أنا أرى الغدر في عيون حسن زيد. حسن زيد كان 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 يعني واحد من العناصر اللي كانوا يبلغوا علي عبد الله صالح بكل ما كل صغيره وكبيره يعني هو ومندوبيه في الساحه ومن معه. فاقول لك يعني كانت المرحله الانتقاليه احنا دخلنا في الحوار الوطني
وتحدثنا وعارضنا دخول الحوثيين والسلاح لا يزال في أيديهم. قلنا أما حوار ويتركوا السلاح ولا يختاروا السلاح وتواجههم الدولة. يعني في اجتماعات اللجنة الفنية هذاك يعني ما أدري كيف وافقت القوى السياسية ودخلوهم، وهذا كان من الأخطاء، خطأ يعني الخطأ الثاني اللي ارتكبها اللقاء المشترك. الخطأ الأول أنه ما أقصى علي عبد الله صالح وطلب من الأخوة الخليجيين والرعاة المبادرة الخليجية إخراجها من اليمن. والخطأ الثاني دخول الحوثيين وهم والسلاح في أيديهم، هم يسيطروا يقضموا كل يوم يعني مديرية. مؤتمر الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني هذا ليس خطأ اللقاء المشترك، هذا مفروض دوليا. أنا عارف، لا بس المفروض ما يقبله هو حامل السلاح. يعني يا أخي يختار السلاح، يختار السلاح ولا يختار الحوار. هذا كان أثناء ما احنا في الحوار كل يوم والمعارك تمشي كل يوم، وهو يستهدف معسكر كل يوم ومعسكر يسلم له. كان علي عبد الله صالح يتواصل بالوحدات العسكرية ويكلمهم يسلموا للحوثي. هذه الثورة المضادة اللي قضت على يعني كادت أن تقضي على البلد لولا أن الله يعني وبدأت تتجه نحو التسليح من هذه الخطوة التي قلت عليها أنه كان يسلم لهم المعسكرات. كان يسلم لهم المعسكرات وكان يتواصل بالمشايخ والأعيان الموالين له، كوادر المؤتمر من صعدة إلى ما وصلوا صنعاء. كان يتواصل معهم، سلموا للحوثيين كل المعسكرات. يعني إلى درجة أنه عندما كانوا في يعني وصلوا إلى عمران، يعني قلنا لازم الدولة تقف موقف. يعني كنا يعني أنا من الناس اللي كنا نلوم عبد ربه منصور هادي، طلع في يعني اكتشفت أنه كان علي عبد الله صالح لا يزال مسيطر على المعسكرات رغم يعني إزالة أحمد علي من المعسكر. كانوا يخزنوا عنده في البيت يعني من ملازم إلى اللواء، يجوا إلى عنده ويصرفهم من داخل بيته ويقول لهم يوجههم افتحوا المعسكرات ادعموا. كانوا في المعسكرات حق دهره، يعني الحوثيين شاركوا الحوثيين في المعارك حق الحصبه. شاركوا الحوثيين في صف علي عبد الله صالح، كانوا يخرجوا من عندنا من الساحه ويقاتلوا في الحصبه ضد الثوره وضد مناصرين الثوره. وسلم لهم يعني معسكرات دهره سلمها علي عبد الله صالح قبل سقوط صنعاء وقبل سقوط عمران، ادخل الحوثيين اليها. هذا من يعني من الثورة المضادة. الثورة المضادة ارتكز في النهاية يعني غير الأخطاء اللي حصلت من قبل القوى السياسية المؤيدة للثورة، يعني ارتكز على الجماعة هذا المسلحة. هذه أبرزها. هذه يعني خاتمتها. نعم. خاتمة التخطيط والوسائل. طيب اسمح لي وسأعود أيضا إليك شيخ عبد الله. أتي إلى ضيفي الأستاذ شوقي القاضي. أستاذ شوقي، يعني ما وسائل الثورة المضادة في المرحلة الانتقالية؟ بداية أصحح عبارة قلتها أخي عندما قلت الشباب لم يتنبهوا لتحركات الثورة المضادة. الشباب ليست مهمتهم هذه، الشباب هم الذين قادوا الثورة، والثورة مهمتها إسقاط النظام الذي ثاروا عليه فقط لا غير. بعد ذلك يأتي الحامل السياسي للثورة. نعم. المشترك الذي وثق به الشباب لحمل الثورة سياسياً هو الذي كان غبيا، هو الذي كان متغابيا، هو الذي كان مقصرا. ولهذا ينبغي على قيادات اللقاء المشترك الآن يعني أن تتواضع كثيرا، فإنها كانت أغبى حامل سياسي لثورة 2011 فبراير، لأنها هي التي ذكر ضيفك الكريم وأنا أحييه الأستاذ عبد الله أنها لم تتنبه حتى على مكونات اللقاء المشترك كان فيها، بل قادها في بعض مراحل الثورة قاد المشترك بعض هؤلاء المرتزقة، هؤلاء المجرمون، وكانوا محسوبين على المشترك. ومن ثم الشباب كانوا هم عماد الثورة التي أسقطت النظام، ثم جاء المشترك ليحملها سياسيا، فهو الذي نكبها في موضوع أنها لم تتنبه لتحركات الثورة المضادة، لأن الشباب وثقوا بالمشترك، ولأن يعني للأسف يعني أقول أن المشترك كان أحد الأسباب. الموضوع ما هي وسائل الثورة؟ الثورة المضادة كانت وسائلها أولا الدولة العميقة. يعني عمل علي عبد الله صالح على مدار 33 سنة على صناعة كثير من المرتزقة، يعني كثير من المرتزقة استطاع علي عبد الله صالح أن يشتري ولاءهم، وكثير من المغفلين، يعني لا أتهم الجميع، بعضهم كانوا مرتزقة وبعضهم كانوا مغفلين. وأنت تعرف أن علي عبد الله صالح في مرحلة من مراحله صف الإدارات وصف الجهات الحكومية وخاصة الجيش، صفاه تماما من كل من لم يشعر بالولاء المطلق له أو لأولاده،
بل بدأ يصفي قيادات عسكرية لم تكن محسوبة على علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح فيما يتعلق بالتوريث. والجميع يعرف كيف أن علي عبد الله صالح حتى تآمر على علي محسن، وعلي محسن يومها كان العمود الفقري لنظام علي عبد الله صالح، هو الذي أسقط النظام الانقلاب الناصري، وهو الذي قاد له يعني الجيش وإلى غير ذلك، ثم غدر به وخطط لقتله، ومعروف حادثة الطيران التي قصفت مقره في صعدة. إذن الأمر الأول كانت من وسائله الدولة العميقة، أيضا المعسكرات. ذكر ضيفك الكريم أن المعسكرات كانت جميعها بيد علي عبد الله صالح أو أولاده أو أبناء إخوته أو أصهاره أو الموالين له، حتى أنه في موضوع التسليح، وأنا أتذكر يوم أن جاء وزير الدفاع إلى البرلمان ليتحدث عن تسليح المعسكرات الكبيرة وخاصة الحرس والفرقة، قالها بالفم المليان يومها أحمد ناصر، قال كذا بصريح العبارة، قال بصراحة نحن في وزارة الدفاع لا نعلم شيئا عن تسليح هذه المكونات، يعني الحرس الجمهوري وغيره. إذا كان الثورة المضادة دولة عميقة ومعسكرات مطلقة، لم تكن كل المعسكرات بيدها، ربما انت اشرت استاذ شوقي الى هذه النقطة ان كل المعسكرات ما عدا الفرقة. يا اخي الكريم هل تعرف، يعني سأعطي معلومة والاخ علي محسن موجود حي يرزق، هل تعرف أنه في المرحلة الأخيرة قصقصت أجنحة الفرقة وحرمت من أسلحتها، ولم يتبقى معها إلا أسلحة متخلفة جدا مقارنة بالحرس الجمهوري هو غير الحرس. وسألوا الأخ علي محسن، سألوه يعني كان علي عبد الله صالح قد اشتغل على هذا الجبهة. الأمر الآخر المال، علي عبد الله صالح معروف وهذا تقرير دولي لهب أكثر من 60 مليار، وظف هذا المال أيضا في يعني الثورة المضادة. الوسيلة الخامسة هي الشراكة في الحكومة، كانت حكومة المؤتمر الشعبي أو بالأصح حكومة علي عبد الله صالح، لأني بصراحة لا أؤمن بأن هناك حزب اسمه المؤتمر، مع احترامي، اسمه المؤتمر الشعبي. المؤتمر الشعبي عبارة عن جهاز من أجهزات علي عبد الله صالح، بدليل نريد الآن من إخواننا في المؤتمر الشعبي العام أن يثبتوا لنا أنهم حزب، وأن رئيس الدولة هو رئيسهم كما هو معروف في نظامهم الأساس، ويتحركوا بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لا زالوا رجل في الثلاجة، لأن علي عبد الله صالح لا زال في الثلاجة، ورجل مع الشرعية. يعني للأسف كانت حكومتهم، نصف الحكومة كانت عبارة عن وسيلة من وسائل الثورة المضادة. الوسيلة السابعة والسادسة كان تحالفه مع الحوثيين، فقد بدأ تحالفه مع الحوثيين مبكرا لإجهاض ثورة فبراير. وهناك أيضا تحالفات على المستوى الإقليمي، وهناك تحالفات على المستوى الدولي، إضافة إلى غباء اللقاء المشترك الذي كان للأسف غبيا. نقطة أخيرة من وسائل الثورة المضادة أيضا هي الثقة غير المتجذرة بين الرئيس هادي وبين مكونات اللقاء المشترك، كانت أيضا وسيلة وسبب من أسباب انتصار، يعني لا أقول انتصار وإنما تعثر ثورة فبراير 2014. ربما كانت المرحلة الأخيرة في الصراع، والتي ربما الحلفاء، حلفاء الثورة المضادة استنفذوا كل وسائلهم وأساليبهم السابقة وقرروا الدخول في العمل المسلح الذي يعني حدث في صنعاء بعد ذلك بما سموه ثورة 21 سبتمبر. هذه النقطة سنأتي إليها. أعود هنا إلى الشيخ عبد الله بن هذال. شيخ عبد الله، فيما يتعلق بالمعسكرات وفيما يتعلق بنهب الأسلحة، يعني واضح، لحظة، واضح أن علي عبد الله صالح كان من خلال حرصه على المعسكرات ومن خلال سحبه لكل الأسلحة المتطورة والحديثة وجعلها تحت إمرته وقد خرج من السلطة، واضح أنه يمهد ل 21 سبتمبر 2014. لماذا لم ينتبه أحد؟ أنا في فريق الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني، وعرفت عن القوات المسلحة يعني أكثر واحد، لأن أنا قبلها يعني اخترت في الحوار الوطني أن أكون في فريق الجيش والأمن، لأنه الجيش هذا يعني كان علي عبد الله صالح يعني يستخدمه، يعني من أبر يعني كان يستخدمه حتى في الانتخابات، يعني كانت واحدة من مهام الجيش إذا سقطت شعبية المؤتمر إلى الصفر يحسم 151 دائرة انتخابية بالجيش بالألوية، ينقل اللواء من هنا إلى هنا ومن اللواء. بالنسبة للقوات المسلحة أنت قلت أنها انقسمت، يا أخي انقسمت، جات معنا الفرقة الأولى مدرع. الفرقة الأولى مدرع من عام 2000 ما دخلها يعني إلا إذا شيء يعني يجيبوا للواء ثلاثة أطقم أربعة أطقم،
بس أربع مناطق عسكرية أعلنت ولاءها وتأييدها للثورة، والتقت أيضا مع قائد الفرقة المنطقة العسكرية اللواء علي محسن سابقا، وكانوا كلهم الأربع المناطق العسكرية. الأربع المناطق العسكرية أنا زرتها كلها، يعني تسليحها تحت المستوى الحرس الجمهوري، يعني حتى قائد المنطقة العسكرية ما يتواصل معهم بغض النظر، لا أي علاقة بهم. هؤلاء هذا لا يتواصل معهم أن يواجهوا الثورة ويدعمهم أحمد علي عبد الله صالح وعلي عبد الله صالح، الأمن المركزي والحرس الجمهوري والأمن القومي، هذولا يعني لا وزير الدفاع ولا وزير الداخلية يعني ما لهم علاقة بهم. حتى وزير الدفاع والله ما هو داري يدور داخل المعسكر. ما يشار هنا إلى أن هؤلاء ممكن يحموا الثورة، كانوا وبإمكانهم أن يقفوا في صف الثورة، لكن كان هناك أشياء وخذلان. يا أخي الثورة سلمية أول حاجة، تمام، الثورة سلمية. وبالنسبة للفرقة الأولى مدرع اللي كانت هي يعني جيش وطني صح، يعني فيها من جميع أنحاء الجمهورية عسكر، قد يعني كادت أن تفنى في صعدة، يعني أرسلها علي عبد الله صالح كان يريد يتخلص منها من شان أحمد علي والمعسكرات حقه. يعني أنا قلت لك إن إحنا تأثرت بالهيكلة يا أخي، الهيكلة بس تغيير مسميات، يعني ما شل هيكلة، يعني شلوا يعني لا غيرنا الحرس الجمهوري لقوة الاحتياط، غيرها على عبد ربه منصور هذه، وبس تغيير في المسميات. أما الجيش والعسكر هم كانهم، كان علي عبد الله صالح هو من يديرهم، يعني حتى بعد الهيكلة كان يدير الكتائب، يعني اللي في حضرموت واللي في عدن واللي في كل مكان، يعني علي عبد الله صالح كان يديرها فقط. معنا علي محسن الأحمر ومجموعة من القادة الكبار اللي أيدوا الثورة، أما المعدات وهذا كان علي عبد الله صالح هو اللي يتحكم فيها واللي يسلمها للحوثي، يعني من ألوية الفرقة داخل صعدة سلمها علي عبد الله صالح، يعني خلى الضباط ولا هذا كان يستدعيهم إلى عنده ويخليهم يسلموا السلاح للحوثيين. طيب شيخ عبد الله، دعنا ناخذ النقلات سريعه لان الوقت بدا يداهمنا، ونريد ايضا ان نتنقل بين الضيفين بشكل اسرع قليلا. ساعد اليك شيخ عبد الله فيما يتعلق، شيخ استاذ شوقي، فيما يتعلق ب 2014، يعني هل وصلت في الثوره المضاده الى كامل استعدادها وترتيباتها لاستهداف الثوره وتمخض منه يوم 21 سبتمبر؟ طبعا نعم، لكن دعني فقط عندما ذكرت أخي الكريم أنت في موضوع المعسكرات والمناطق التي كان ينبغي أن تواجه الثورة المضادة، يا أخي الحبيب، جميع القوى الثورية عسكرية ومدنية ومشيخية وحزبية ومستقلة أسلمت قيادة موضوع يعني تمكين ثورة فبراير إلى اللقاء المشترك كحامل سياسي لها. لماذا؟ لأن كل ثورة في الأرض تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة إسقاط النظام. شباب فبراير أسقطوا منظومة علي عبد الله صالح، وأسقطوا وألغوا منظومة التمديد والتوريث والمشيخية المناطقية التي عاثت في الأرض فسادا، ليست كظاهرة اجتماعية فأهلا وسهلا بها، لكن التي كانت علي عبد الله صالح يستخدمها في التمييز المناطقي والفساد في الأرض، وكذلك السلالية، وكذلك حتى محتكري تمثيل الدين الذي علي عبد الله صالح أيضا استخدمهم بطريقة أو بأخرى. ثورة فبراير وشبابها أسقطوا هذه المنظومة تماما. كان ينبغي أن المرحلة الثانية، قصدي ما بعد إسقاط المنظومة، أن يكون الحامل السياسي على قدر المسؤولية. لكن ولهذا ما عاد الناس يستطيعون أن يفعلوا شيء، حتى الشباب الذين كانوا يريدون أن يقوموا ببعض التحركات كان اللقاء المشترك يمنعهم، وعرفتم كيف رفعت ساحات الثورة إلى غير ذلك. أستاذ توقي، إذن هي اللقاء المشترك دعني النقطة الثانية. خلّك من الكلام صح ذي يقولها. أنا عارف، بس أقصد الوقت بدأ يداهمنا. أنا أريدك أيضا أن تشير إلى أو نجيب على هذا التساؤل، لماذا لم يوقف أحد الثورة المضادة في 2014 وقد حملت السلاح وحاصرت العاصمة صنعاء وظهرت أمام الجميع مكشرة بأنيابها، يعني لا داخليا ولا خارجيا؟ أنا بالنسبة لي أراها سببان، وعفيني من التفصيل. السبب الأول أن هناك كان تواطؤ إقليمي وبضوء أخضر من الدولي في ذلك، أعطي الحوثيون ضوءا أخضرا لاكتساح عمران ودخول صنعاء والقضاء على بعض القوى السياسية ثم العودة، لكنهم نكثوا العهد وتوالوا مع إيران وتحرثوا بجهة عدن، ومات الملك عبد الله، ثم جاء الملك سلمان وتنبهت منظومة الملك سلمان وولي عهده، هنا تنبهوا، وهنا أنا أقولها وبكل إشادة،
نشيد بهذه الخطوة التي كسرت رتابة أو سوء علاقة يعني الإقليم مع الثورة المضادة. جاءت يعني عاصفة الحزم وتدخلت هنا لأن الحوثيين تحركوا باتجاه عدن بعد أن كان الاتفاق مع الدولي ومع الإقليمي بأنهم يقصقصوا أظافر محددة أو يعني مخالب محددة ثم يعودوا. العامل الثاني الأسلحة والمعسكرات التي سلمت، والكل يتذكر عندما توجه الأخ علي محسن إلى المعسكر إلى الفرقة لقيادة مواجهة الحوثيين عندما دخلوا صنعاء، وكان الاتفاق مع المشترك ومع القوى الحية في الاصطفاف ضدهم، وبدأ إطلاق النيران من معسكرات كان ظاهرها أنها توالي يعني الرئيس هادي. حينها قررت القوى العسكرية اللبيبة أن الأمر فيه خيانة، فانسحب الشباب حتى الشباب الذين كانوا تطوعوا في مواجهة الحوثيين. وضحت. إذن واضح الفكرة أخي؟ وضحت الفكرة، ودنا أن تكون معنا أطول لكن انتهى بنا الوقت عند هذه النقطة. الأستاذ شوقي القاضي، أقدم كلمة أخيرة لو سمحت. فثورة فبراير ستنتصر، وهذه المحطة الآن مرحلة من مراحل مواجهة الثورة المضادة، ستنتصر إن شاء الله وستحقق أهدافها، هي طبيعي في كل الثورات. جميل، هي أهم نقطة أيضا أشرت إليها الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا شكرا جزيلا لك أستاذ شوقي. وهي ذات النقطة التي كنت أريد أن أختم بها مع ضيفي هنا الشيخ عبدالله بن هذل. إذن الآن المواجهة بشكل واضح هي ما بين ثورة 11 من فبراير ومكوناته ومن التحق بها حتى تحت لافتة الشرعية، ومع الإنقلابيين الذين انقلبوا على الثورة وانقلبوا على الدولة وانقلبوا على المحيط العربي. حتى أنا أقول لك يعني في ختامها يعني في ختام هذا الحلقة، أنا أتمنى يعني الثورة يعني مستمرة، ثورة 11 فبراير مستمرة رغم ما حصل من انقلابات ومن ثورات مضادة ومن يعني مؤامرات خارجية وداخلية، إلا أنها مستمرة وستنتصر في النهاية. ولكني أدعو من يعني لا زال الباب مفتوح، باب ثورة 11 فبراير لا زال مفتوح لمن أراد الانضمام إلى الثورة وإلى التغيير لتحقيق أهدافها، لتحقيق أهدافها يعني أهداف من بقية أبناء الشعب. يعني أنا أحيي المؤتمرين اللي أنحازوا إلى الشرعية الآن بعد ما يعني انقلبوا عليهم الحوثيين، بعد ما قتلوا علي عبد الله صالح اللي كان يعني يستخدم الحوثيين ورقه وفي النهاية يعني قتلوه. يعني من كان يظن أن ثورة 11 فبراير ضد علي عبد الله صالح، علي عبد الله صالح انتهى، علي عبد الله صالح الآن هناك أهداف لثورة فبراير، أهداف نبيلة. وأنا أتمنى من المؤتمر ومن كل من عاده يعني ما قد يعني أيد الثورة وناصرها أن ينضم إليها، يعني كل يعني الآن ينضم من أجل تحقيق أهداف الثورة للجميع. اليمن للجميع. سريعا وختاما. نعم. أهداف الثورة. أيوة أهداف الثورة للجميع. والوطن وطن الجميع، فقط من يريد يحكم اليمن بقوة السلاح هذا اللي ما بنسمح له، ولا يحكم اليمن بالسلالية وبالمناطقية هذا مستحيل. يعني معنى مخرجات الحوار الوطني وأهداف الثورة يعني موجودة في مخرجات الحوار الوطني، وسنناضل من أجلها ونطبق مخرجات الحوار الوطني بإذن الله، وستنتصر الثورة وينتصر الشعب. ويعني هذا ما أريد أن أختم. شكرا لك شيخ عبد الله بن هذال القيادي في ثورة الشعب السلمية. شكرا. شكرا للأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. ثورة فعلا مستمرة، وما هذه المرحلة إلى موجة من ضمن الموجات التي ربما بل أكيد ستفضي إلى اليمن المنشود، الجمهورية الاتحادية التي ينشدها اليوم كل أبناء الشعب. ستنتهي الميليشيات وسيعود الشعب منتصرا. تحية لكم أينما كنتم، نستودعكم الله. ثورة 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 الشعوب الحرة ثورة والشعوب تحيا بالنضال حرة.